تمكنت عناصر وشرطة تابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج في قضيتين منفصلتين من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الممنوعات تمثلت في كمية من الكوكايين وجهاز ميزان خاص بالأشياء الثمينة، بالإضافة إلى 4800 قرص مهلوس مصنف كأدوية مخدرة ليتم تقديم المتورطين إلى الجهات القضائية. التغطية لمعاد بوعريسة. تنفيذا للتعليمات القيادية الرامية إلى دحض كافة صور الجريمة بالإقليم الحضري، تمكنت مصالحي بفرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج في قضيتين نوعيتين من الإطاحة ب3 أشخاص متورطين في قضيتي حيازة مؤثرات عقلية بغرض الاتجار الغير مشروع، بلغت كميتها 4800 كبسولة من نوع بريغابالين، إضافة إلى قضية حيازة مخدرات صلبة من نوع كوكايين، تمثلت الكمية في 6.83 جرام منها. مصالحي واستغلالا للمعلومات الواردة إليها تم نصب عدة كمائن للإطاحة بالمشتبه فيهم في حالة تلبس. بعد استيفاء مجريات الأبحاث والتحريات الأولية سنعكف على تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.